بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بخير؟ يا خير أمة أخرجت للناس. إن شاء الله بإذن الله هنتكلم في هذا الفيديو عن طريقة استخدام صورة الطارق لتجميل الوجه وتفتيح الوجه وإزالة البقع والهالات السوداء وإعادة يعني إحياء خلايا الوجه وعلاج التشويه الذي حدث نتيجة العين والحسد والأمراض الأخرى. ونعيد بإذن الله سبحانه وتعالى بسر هذه الصورة، صورة الطارق، إعادة إحياء الخلايا من جديد الميتة في الوجه. كمان نحصل على بشرة صافية جميلة جدا جدا، والوجه يكون كالقمر في ليلة البدر. يعني بإذن الله سبحانه وتعالى هنحصل على جمال خارق بسر صورة الطارق. طب هل الموضوع سهل ولا صعب؟ موضوع سهل جدا 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 جدا. كل ما علينا ان احنا هنحضر بإذن الله سبحانه وتعالى الكريم الخاص بالتجميل بتاع الوجه. يعني عندنا كريم خاص بتجميل الوجه او كريم مرطب، هنفتحه كده اهوت. تمام، لسه تمام جديد مثلا، هنفتحه وهنقرأ عليه إن شاء الله بإذن الله صورة الطارق بإذن الله سبحانه وتعالى، علشان خاطر نحصل على الجمال بإذن الله والجاذبية والقبول بإذن الله سبحانه وتعالى، وكمان نحصل على وجه خالي من العيوب ومن التجاعيد بإذن الله سبحانه وتعالى. ده الكريم بتاع الوجه، ايا كان بقى مرطب او كان كريم تجميل او اذا كان ده زيت من الزيوت اللي عندنا، ما فيش مشكلة خالص. نقرأ عليه صورة الطارق، نجهز نفسنا نكون على وضوء ورائحتنا طيبة، الريحة بتاعتنا طيبة جميلة، ونكون تجاه القبلة افضل بكتير لما نكون تجاه القبلة، ونقرب الكريم من الفم علشان خاطر هنقرأ عليه بإذن الله سبحانه وتعالى صورة الطارق. طيب امتى اعمل الكلام ده؟ يعني الكلام ده يتعمل امتى مثلا؟ هل بالنهار ولا بالليل؟ في اي وقت يا جماعة هنعملها ان شاء الله بإذن الله، لان احنا كنا قلنا في شهر رمضان المبارك ان احنا هنقرأ صورة الطارق قبل الافطار بنصف ساعة على الماء، تمام، ونشرب منه ونمسح منه الوجه. دلوقتي بنفس الطريقة هنقرأ أيضا على الماء ونشرب منه ونمسح منه الوجه أكثر من مرة في اليوم، ونشرب أكثر من مرة في اليوم، وإحنا محتاجين أصلا الماء في الفترة المقبلة علشان خاطر فترة الصيف لازم نعوض حرارة الجو ونعوض النقص اللي بيكون في الجسم نتيجة الحرارة والكلام ده كله، نعوض بشرب المياه اللي هي مفيدة علشان خاطر كمان التجميل وإعادة إحياء الخلايا. قال الله سبحانه وتعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي. يبقى احنا صورة الطارق هنقرأها على الماء ونشرب منه ونمسح منه الايه الوجه بإذن الله سبحانه وتعالى. وقبل ما نقرأ كمان على المية، بند أساسي معانا، يعني شيء أساسي الماء ان احنا نقرأ كل يوم في اي وقت من اليوم، انما الكريم هنقرأ عليه في الوقت اللي احنا عايزينه ايضا. يعني انا عايز اقرأ الصبح اقرأ الصبح، عايز اقرأ بالليل اقرأ بالليل، عايز اقرأ مثلا قبل ما انام اقرأ، مفيش مشكلة. طب ينفع اقرأ على الواقي اللي انا يعني بستخدمه عشان خاطر الشمس؟ طيب ارش وجهي بالماء كم مرة؟ 3 مرات 5 مرات في اليوم، واسيب الماء تنشف على الوجه بإذن الله سبحانه وتعالى. ياريت 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 الشرب من الماء ده يكون على الريق. انا قلت نقرأها في اي وقت بس لو كان عندي كمية ماء زيادة من امبارح تبقت معايا اقرأ على الماء، تمام، واشرب من هذا الماء على الريق ان شاء الله بإذن الله علشان خاطر احصل على الجمال. كمان ان شاء الله بإذن الله قبل ما ننام مهم جدا 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 يا جماعة نستعمل الماء، تمام، ونضعه على الوجه، وبعديه بشوية لما نحس ان الماء يعني خلاص نشف على الوجه
وما يعني جف، استعمل الكريم قبل ما انام. كريم اهو هقرا عليه واضع منه على الايه، على وجهي، تمام كده قبل ما انام، بعدين وجهي حاجه خفيفه خالص 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 جدا جدا، تمام. وايه، احس ان انا دلكت كويس الوجه، يعني ابعد عن منطقه العينين طبعا، ابعد عنها تحتيها، وحركه دائريه ادعك وجهي مثلا، تمام كده، ودلك لحد ما احس ان انا الكريم يعني غطى جميع انحاء الوجه، وايه، وحسيت ان انا وجهي بقى يعني مفيش منطقة فيه سبتها، حتى المناطق اللي فيها الحفر، حتى المناطق اللي فيها اللي فيها المشاكل، زي التجاعيد، زي الخطوط، زي الهالات السوداء، ايضا اتعامل معها برفق وبحركة دائرية زي ما قلنا، حركة دائرية كده على الوجه، تمام. ادلك 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 وبرفق برفق برفق، مش كده لا، برفق خالص ولين، ادلك الوجه لحد ما احس ان وجهي ايه، امتص الكريم على قد ما، يعني ممكن اقعد 5 دقايق، ممكن اقعد 7 دقايق ادلك، مفيش مشكلة، بس برفق. وانا باذن الله سبحانه وتعالى بجدد القراءة على الكريم كل يوم، كل يوم بجدد القراءة على الكريم عشان خاطر اخد باذن الله الايه، المفعول الاكبر. كمان باذن الله لو انا كامرأة بروح شغلي مثلا الصبح، بضع واقي للشمس، يفضل ان شاء الله باذن الله ان احنا نرش من الماء اللي احنا قرأنا عليه الوجه قبل وضع الواقي الشمس، بيكون الماء جاف طبعا، سيبناه 10 دقايق ربع ساعة، وضع بعديها واقي الشمس علشان خاطر يحفظني من أشعة الشمس إن شاء الله بإذن الله. وقلنا نرش قبل الخروج بإذن الله من البيت، ونرش عند النوم، وأنا بإذن الله سبحانه وتعالى بدعي ربنا إن يكون في سر هذه الصورة شفاء من التجاعيد والهالات السوداء، تجميل الوجه، وإزالة البقع، إزالة الهالات السوداء، إزالة النمش، إزالة جميع مشاكل الوجه يا جماعة، حتى يصبح الوجه كالقمر في ليلة البدر، وأنال محبة من يراني بسر سورة الطارق المباركة بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن فيها أسرار عظيمة جدا 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 للتجميل. ناس تقول أنا إيه سورة الطارق معقولة للتجميل؟ ده فيها آيات، ما فيهاش آيات للتجميل خالص يا جماعة، الموضوع مش كده، يعني اقرأوا كده، بسم الله الرحمن الرحيم، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ما فيش كلمة جميل هنا، ولا جمال ولا حلاوة ولا الكلام ده كله، احنا مش بنبص في الصورة لأن هي فيها كلمة جمال أو تجميل، ده كلام مين؟ كلام الله اللي هو شفاء، اللي هو دواء لكل داء. يعني سورة الطارق هنستخدمها إن شاء الله في الشفاء، وهنستخدمها إن شاء الله بإذن الله في النجاح، وهنستخدمها في حاجات كتير. محدش يجي يقول أصل سورة الطارق ما فيهاش زي اللي في آية النور من النور والكلام ده كله، لأ، ده القرآن الكريم كله فيه تجميل، وكل سورة إن شاء الله بإذن الله ممكن نستخدمها في تجميل الوجه، بس مش عايزين الناس تقعد تكسر في مقادفنا وتقعد تقول أصل الصورة مش موجود فيها كلمة تجميل، كلمة نور، كلمة المصور، كلمة كذا، لأ، كلام الله كله كله شفاء ودواء وتجميل وعلاج للشعر وعلاج لجميع أجزاء الجسم وللقوة، وللقوة بين الزوجية، وكل حاجة في القرآن الكريم، مش لازم الآية يكون مكتوب فيها جمال أو تجميل علشان خاطر أقرأها الناس، بس عالم ذلك من علمه من علمه وجهله من جهله، يعني في ناس ما تعرفش الكلام ده، بس احنا بنقوله ونفهم الناس يا جماعة الموضوع مش مرتبط. ناس تقول تاني اصلا انت قلت سورة البروج، وسورة البروج ملهاش علاقة بالتجميل، بس نجحت مع الناس في التجميل،
ذكرناها وقلنا إن هي ما شاء الله مفعولها قوي جدا، لكن الناس تيجي تقول أصل ملهاش علاقة بالتجميل. ماشي ملهاش علاقة بالتجميل، بس كلام الله كله بيستخدم في التجميل وفي الشفاء وفي العافية وفي الصحة وفي الرزق الواسع، كل الصور دي. فما انت ما تجيش تقول اصل دي بتستخدم ودي ما بتستخدمش، لانك انت يعني ما وصلتش للعلوم اللي فيها الاسرار الخفية اللي وصل ليها الاولياء والصالحين والعارفين بربهم. فلذلك احنا ان شاء الله باذن الله نطبق، واحنا عارفين ان كلام الله كله شفاء وكل دواء بإذن الله. حافظوا عليها مدى الحياة يا جماعة، ما حدش يسيبها. في الأعذار نقرأها أيضا، بنقرب الكريم من الفم ونقرأ عليه سورة الطارق، ونغلق الكريم بعد ما نخلص كده ونحافظ عليه تمام، ونستخدمه كل يوم، نقرأ السورة ونستخدمه، بس نكون على وضوء بإذن الله واتجاه القبلة، واحنا هنشوف نتائج مبهرة إن شاء الله بإذن الله. أتمناكم بخير وصحة وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.